مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع زاجل. خلونا ننتقل معاكم إلى العناوين. شاه جهان، مسجد يوثق إرث وتاريخ المساجد في بريطانيا. مدينة سواكن سودانية، تاريخ محفور في عمق الأسطورة. صناعة السجاد الإيراني، فن عريق يعود تاريخه إلى بلاد فارس القديمة. البيتزا أشهر أطباق في العالم وجزء من الهوية الإيطالية. أول محطة اليوم في زاجل هي في قلب العاصمة الأوروبية لندن، مسجد شاه جهان. خلونا نتابع معكم هذا التقرير ونستكشف. مسجد شاه جهان بطرازه المعماري الفريد والذي يشبه إلى حد كبير قصر تاج محل بالهند، يقع بمنطقة ساري جنوب لندن، ورغم مرور أكثر من 135 عاما على إنشائه وكذلك المبنى الملحق به والذي كان مخصصا لاستضافة العلماء والزائرين من الخارج، وبه مكتبة كانت بها العديد من المصاحف والكتب الإسلامية المكتوبة بخط اليد والتي نقل إلى متحف ساري، يعد من أبرز المعالم الإسلامية في المملكة المتحدة وشاهد حي على تاريخ وجود الجالية الإسلامية وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية. That was built in 1889. هذا هو أول مسجد تم بناؤه في 1889 بتمويل من الأميرة بيجومشا جيهان من بوبال. في ذلك الوقت في الهند كانت الهند مستعمرة بريطانية، حيث قاما كل من سالار جونج أول رئيس وزراء لمدينة حيدرآباد بالهند وبيجومشاه جهان من بوبال في ذلك الوقت، وقام ببنائه دكتور لينتر الذي كان لغوياً يعمل في وزارة الخارجية لمكتب الهند في المملكة المتحدة خلال فترة الحكم البريطاني على الهند. وتم اختيار هذه المنطقة لقربها من الطلبة الهنود والعالم الإسلامي الدارسين بالقرب من هذه المنطقة في أكاديمية ساندهيرست وبعض الجامعات القريبة من هنا. وعلى مدار هذه السنوات زاره العديد من القادة والملوك، كما كان شاهداً على أول عمليات ترجمة معتمدة للقرآن، كما أن بعض أمهات الكتب لدينا تم تسجيلها ونقلها لمتحف مدينة ساري. يتميز مسجد شاه جهان بتصميمه المعماري الفريد والذي يجمع بين الطراز الإسلامي الهندي والمغولي والنمط الفكتوري الإنجليزي. واجهته مزينة بالقباب والمآذن الصغيرة، ويضم المسجد زخارف هندسية ونقوشا قرآنية تم تصميمها بحيث تعكس الجمال والاهتمام الذي يمثله المسجد في الحضارة الإسلامية، حيث الخطوط العربية التي تزين جدران المسجد والتي تتزين بأسماء الله الحسنى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما جعل الحكومة البريطانية تدرج المبنى ضمن المباني التاريخية من الدرجة الأولى التي لا يجوز تغيير أو عمل صيانة لها إلا من خلال لجان متخصصة. Mosque obtained the grade first listed building. It means Buckingham Palace, UK Parliament and Shah Jahan Mosque, Woking, Surrey. مسجد شاه جهان مدرج ضمن المباني التاريخية من الدرجة الأولى تحت اسم مدرج عظيم، وهو يأتي في الترتيب بعد قصر باكنغهام وبرلمان المملكة المتحدة، فالمسجد لديه أهمية تاريخية متساوية مع تلك المباني،
وحتى يمكننا عمل صيانة أو أي تغيير بالمسجد يتعين علينا الحصول على إذن خاص من قسم التاريخ في حكومة المملكة المتحدة لتحديد من يقوم بالكتابة وتحسين الخطوط بالتعاون مع الخبراء، والتي كتبت في المرة الأولى من خطاط متخصص من مصر، هذا بالإضافة إلى درجة الألوان وأي الشركات التي يمكن الاستعانة بها. وهذا المسجد تحول إلى رمز للمجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم، وكيف إنه مهم لتاريخ المملكة المتحدة أيضا. والمثير للاهتمام إن الشخص الذي بنى المسجد الدكتور لينتر كان يهوديا، وتم تصميمه وبنائه من قبل المسيحيين ويستخدمه المسلمون. هذا المسجد يلعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر، ونقوم بالعديد من الأنشطة الدينية والاجتماعية بعد عمليات التوسعات التي تمت به. مسجد شاه جيهان هو أول مسجد بني في أوروبا كمسجد للصلاة والعبادة منذ سقوط الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية في الأندلس أسبانيا الحالية، حيث حرص القائمون على بنائه أن يكون تحفة معمارية غير مسبوقة لخدمة الجالية الإسلامية وإبناء العالم الإسلامي الدارسين هنا في بريطانيا. لكن المسجد القديم أصبح صغيراً واحتاج للعديد من عمليات التوسعة على مر العقود، بعدما أصبح مسجد شاه جيهان مركزاً دينياً وثقافياً مهماً يخدم المسلمين إلى جانب دوره الديني، حيث يستضيف المسجد فعاليات ثقافية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان وتعميق الفهم المتبادل، إلى جانب دوره في توعية الجالية الإسلامية والشباب الذين نشأوا وتربوا في بريطانيا. So this mosque means to me, it means everything to me. هذا المسجد يعني الكثير لي وللشباب، حيث نأتي إلى هنا لنتعلم ونوجه الأسئلة للإمام. وأنا كرياضي وملاكم أحاول تدشين حملة من أجل جمع التبرعات لهذا المسجد التاريخي ولتوعية محبي الآثار الإسلامية بأهمية هذا المسجد. مئة وخمسة وثلاثون عاماً على إنشاء مسجد شاه جيهان في ساري بتصميمه المميز، وما زال مقصداً ومعلماً هاماً للجالية الإسلامية في بريطانيا وأوروبا. جمال شاهين، برنامج جادل لقناة الأخبار، لندن. تقريرنا الثاني لهذا اليوم من السودان، تحديداً جزيرة سواكن. نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير ونستكشف. المباني زي ما شايفها من الشعب المرجانية المستخرجة من البحر، والمونة من نفس الحجر بكسروه بحرقوه بعملوا جير، بعد ذاك شنو بخمروه، بقوم بعد ذاك بخلطوه بالرملة وبقوموا بيشتغلوا به. وكل الشعب المرجانية دي طبعا مستخرجة من البحر، وهي المادة الأساسية في هذه المنطقة لأنه غيرها ما بينفع. زي ما شايفة فالإسمنت ما بتنفع معانا هنا، بتضرب لأنه شنو الرطوبة عالية والملوحة عالية. جزيرة يبرز جمالها في عبق تاريخها، فمبانيها العتيقة تحكي قصصا لعصور من الزمان تعاقبت فيها الحضارات، وما زالت حكاياتها تروى وتورث عبر الأجيال. تاريخ يأخذك إلى تلك الأزمنة فتدهشك روعته. الجزيرة الأثرية يعود تاريخ تأسيسها للعصور الوسطى، وتبعد الجزيرة حوالي 50 كيلومترا جنوبي مدينة بورت سودان العاصمة الإدارية الجديدة للسودان، وكانت تعتبر ميناء مهما للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط. عندي حد من الأصدقاء يعني تكلم لي عن محبس الجن، ويعني أصريت أنه أجي أشوف، وفعلا يعني حاجة ظريفة وجميلة، حاجة تحمل ذكريات من آلاف السنين. طبعا الوراي ده يعني عرفت انه هو البنك المصري، يعني حاجة قالوا بترجع لبعد قبل الدولة العثمانية، يعني حاجة فوق الخيال. في القرون الماضية شهدت الجزيرة ازدهارا كبيرا كجزء من التجارة العالمية، ففي القرن الخامس عشر أصبحت الجزيرة الميناء الأول في جنوب البحر الأحمر، قبل أن يضمها لاحقا العثمانيون لولاية جدة ويستأجرونها لاحقا لمحمد علي باشا
مقابل جزية مالية، أما سكانها فكانوا من جنسيات مختلفة. سواكن تعتبر الميناء الأول للسودان ولأفريقيا وللعالم بصفة عامة، أسس فيها الميناء عام 1289، وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم وأفريقيا، العالم كله كان بيتسوق هنا. يعني عندنا الأقباط، الهنود، اليونان، الإسبان، يعني كل الأجناس الشامية تتوقع برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع كده بيتكون من 365 غرفة. ورغم قدم الجزيرة إلا أنها شهدت في عصرها حداثة في كل المجالات، من بينها التجارة والاقتصاد، مما أدى إلى إنشاء بنك للمعاملات المالية، وما تزال أثار المباني للمؤسسات المالية والبنوك التجارية تقف شاهدة على تلك الحقبة. المبنى الآن نحن بداخله ده البنك الأهلي المصري، أول بنك في السودان اللي هو كان عام 1855. أما المبنى المجاور البنك اللي هو مبنى خورشيد باشا اللي هو كان مدير عام الكرنتينا بالنسبة للحجاج، بعدين عمل مدير عام السودان عام 1877. وفي هذا الركن من الجوانب الحضارية لهذه الجزيرة تضاف إليها الاهتمامات الدينية، حيث المساجد الشاهقة بالجزيرة تؤكد اهتمامها بنشر الوعي والثقافة والدين. فعندنا المسجد الأول اللي هو البيقادي ده، المسجد الحنفي، بنوا الأتراك سنة 1844 باعتبارهم بيحكم بالمذهب الحنفي وكل المعاملات التجارية والحكومية بالمذهب الحنفي. أما المسجد الثاني اللي هو يعتبر المسجد الثاني في السودان اللي هو المسجد الشافعي، يعتبر المسجد الثاني في السودان بعد مسجد دنقلة. ولأهمية الجزيرة التاريخية تبذل منظمات مهتمة بالتراث مجهوداً كبيراً، خاصة اليونسكو، في إعادة ترميم الجزيرة كإرث تاريخي يحفظ للأجيال القادمة بريق تلك الحضارات. مسميات عديدة أطلقت على الجزيرة: المدينة البيضاء، مدينة السلام، سواجن وغيرها من الأسماء، جعلت الجزيرة اسماً وسحراً وجمالاً يجذب كل الزوار، وتعكس القيمة الحضارية والتاريخية المتينة في هذه الجزيرة. سواكن هي من أقدم المدن السودانية التي يقال عنها هي منذ عهد سيدنا سليمان، قيل أن نبي الله سليمان عليه السلام كان بسجي نجان البعث أمره داخل هذه الجزيرة، ولذلك جاءت كلمة سواكن من كلمة سواجن سجن، وكلمة سواكن بلغتنا المحلية بمعنى السوق، وباللغة الهندية بمعنى المدينة البيضاء أو مدينة السلام أو مدينة الأمان. نوافذ هذه الجزيرة أصبحت منفذاً لكثير من خبايا سكانها، وتحمل نفحات من ماضيها يرى من خلالها حضارة المنطقة. هذه الأطلال كانت في يوم ما منازل توي أفراداً من أسر تلك العصور التي مرت على هذه الجزيرة. وتعود أسباب هجرة السكان لهذه الجزيرة وتوقف الحياة فيها، فأصبحت بذلك جزيرة مهجورة بسبب ممارسات المستعمر آنذاك. ملامح قاومت تقدم الأزمان وتقادم فن العمارة، فظلت بعض هذه الجدران قائمة تروي قصص التاريخ للمارة والعابرين. المدينة الأثرية في سواكن شواهد تحكي قيمة الأثار والحضارة على مر السنين. آلاء عبد الحليم لبرنامج زاجل، مدينة سواكن، شرقي السودان. محطتنا الثالثة لهذا اليوم في إيران، تحديداً بنشوف معاكم تفاصيل السجاد الإيراني، خلونا نتابع. رحلة السجادة اليدوية الإيرانية تبدأ من هذه الرفوف، حيث خيوط الصوف التي جلبت من صوف الخراف الصغار ومن منطقة الرقبة تحديداً، لتلون بألوان تستخرج من الزعفران وأنواع معينة من الزهور والنباتات الطبيعية، فضلاً عن أوراق البصل ولحاء شجر البلوط وقشور الجوز والرمان والتوت وغيرها، إذ يصل عدد الألوان المستخدمة في صناعة السجادة الواحدة إلى نحو 400 لون.
اللون الطبيعي لا يبهت على الإطلاق، بل يزداد جمالا على مر السنين واستخراج الألوان للصوف عملية شاقة وصعبة، فبعض الزهور والنباتات الجبلية مثلا تنمو في قمم الجبال أو في أعماق الغابات، وتعد عملية جلبها مجازفة حقيقية لأنها توجد غالبا في أماكن يصعب الوصول إليها. أما المواضيع التي يرويها النساج في سجادهم فتتحدث عن الإنسان، الطبيعة، التأريخ والموعظة، وتزداد قيمتها كلما ارتفع عدد العقد المستخدمة في حياكتها. عدد العقد التي تحاك بها السجادة تحدد ثمنها، والعقدة في السجاد تعني عدد العقد المستخدمة في السنتيمتر الواحد أثناء غزلها، فهناك سجادة بها 10 عقد أو 42 عقدة أو 60 عقدة، وكلما زاد عدد العقد ارتفعت قيمة السجادة لأنها تستغرق وقتا أطول في الحياكة ومواد أكثر. النسج هنا ستخاله للوهلة الأولى رسما بفرشاة لفنان عالمي، لكنها في الواقع سجادة تتربع على عرش سجاد الصوف اليدوي بكونها الأغلى سعراً في إيران بقيمة تقدر $14 مليون، تميزت ببراعة حياكتها ونقوشها التي تروي قصة شاعر يتحدث عن تاريخ العالم. هذه السجادة استغرق حياكتها سنوات عديدة وتتحدث عن قصة شاعر في البلاط في وسطها، بينما تظهر أطرافها بنقوشها المبهرة الغاية في الدقة حكاية العالم منذ بدء الخليقة ومقاطع منتقات من الأساطير الفارسية القديمة. بالنسبة لسعر هذه السجادة فهذا السعر قدمه لنا متحف اليابان للفنون قبل 25 عاماً، ولكم أن تتخيلوا قيمتها الآن. فدقة العمل فيها تظهرها وكأنها لوحة مرسومة بفرشاة رسام لسجادة منقوشة بخيوط صوف نساج. عدة فنون تراها معا في هذه السجادة، لأنك ترى فيها التاريخ، الشعر، وتشعر بالجهد الذي بذل في السنوات الطويلة التي قضاها النساج في حياكتها خيطا خيطا. لذا فعندما تنظر إلى السجادة فأنت تنظر إلى ذوق وتاريخ شعب بأكمله. سجاد بحكاية تحدث ناظرها عن ماضي سحيق وتراث يتوارث، راوية بتفاصيلها تاريخا تزداد قيمتها به كلما مر الزمان عليها، والحكمة بخيط صوف تصفه وتصفه أصابع نساج ماهر. خيط على خيط يعقد معا على مدى عقد كامل ليشكل لوحة تبلغ قيمتها الآن $14 مليون، وهي تتحدث عن قصة شاعر في بلاط جسد تاريخه بحاضر نراه ونعيشه الآن. أحمد سامي، تلفزيون دولة الكويت، طهران. آخر محطة من محطات هذا اليوم مدينة نابولي إيطاليا، وتحديداً البيتزا الإيطالية. خلونا نتابع مشاهدينا ونشوف التفاصيل. البيتزا ليست مجرد طعام بسيط، إنما هي رمز للذوق الإيطالي. مكوناتها بسيطة، الدقيق والماء والخميرة، قرص من العجين يطهى في الفرن. تاريخياً تتواجد في كل المجتمعات تقريباً منذ آلاف السنين، ولكن اعتباراً من القرن 18 أطلق عليها أهل جنوب إيطاليا ومدينة نابولي تحديداً اسم بيتزا، وتعني في الأصل لقمة أو قطعة خبز. يتخمر العجين طوال 48 ساعة، أي تخمير طبيعي جدا بالقليل من الخميرة. ها أنا قد انتهيت. نضع الفرن على درجة حرارة 280 درجة مئوية لمدة 5 أو 6 أو 7 دقائق. تطهى في لحظات قليلة، وهي مغذية وسهلة الحمل والنقل، وتؤكل في كل مكان،
وفوق كل شيء رخيصة الثمن، فالبيتزا كانت طعام الفقراء والفئات الأقل ثراء من السكان. ولكن شيئاً فشيئاً اكتسبت رواجاً كبيراً، ومع الانتشار المتزايد وإقبال الإيطاليين على تناولها انتقلت أيضاً إلى أمريكا، حيث ترسخت بين مجتمعات المهاجرين الإيطاليين هناك، ومنها إلى مختلف أنحاء العالم. تحتاج البيتزا للتخمير لفترة طويلة، لـ72 ساعة. لا يمكن أن تعجن العجين ثم تطهو البيتزا مباشرة، يجب أن تمر 72 ساعة حتى تصبح البيتزا لذيذة ومقرمشة وأكثر سهولة على الهضم. وفي نهاية القرن 19 أطلق طاه من نابولي اسمه رافائيلي إسبوزيتو على قرص بيتزا غطاه بالطماطم وجبن الموتزاريلا وأوراق نبات الريحان اسم مارغريتا، تكريماً للملكة مارغريتا دي سافويا، وتذكر بألوان العلم الإيطالي. ومنذ ذلك الحين أصبحت المارغريتا أشهر أنواع البيتزا على الإطلاق، سواء في إيطاليا أو العالم. هذه باختصار بيتزا حمراء عليها طماطم وجبن الموتزاريلا والمايونيز والريحان والزعتر والقليل من زيت الزيتون البكري الممتاز، ويطلق عليها كابريزي، وهذه تسمى مارينارا، البقدونس والثوم المفروم مع الفلفل الحار، وهذه تسمى فوجانا. هنا أيضاً بقدونس وثوم مفروم مع الفلفل الحار، وهي أكثر سمكاً وتغطى بالزيتون اليوناني والطماطم ثم القليل من زيت الزيتون البكري الممتاز، ويجب أن يكون زيت زيتون بكر ممتاز فقط. يتم إنتاج وتقديم البيتزا بأشكال لا تعد ولا تحصى، إذ يغطى قرص العجين بمختلف اللحوم والخضروات وغيرها، إلا أن المنتج الأكثر شهرة من البيتزا هي بيتزا نابولي المارغريتا، التي تم الاعتراف بها رسمياً من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2010 كطعام تقليدي مضمون. ثم بعد ذلك وفي عام 2017 تم الاعتراف بها من قبل اليونسكو كتراث غير مادي للبشرية. وتعد البيتزا أحد أكثر الأطعمة الإيطالية شعبية وانتشاراً في العالم، ويطهى ما يقرب من 3 مليارات قطعة منها في إيطاليا وحدها كل عام. الماء والدقيق والخميرة مكونات بسيطة ولكنها أساس أشهر الأكلات الإيطالية في العالم، وهي البيتزا. من روما مجدي عنبر لبرنامج زاجل. نشكركم على البقاء معنا، دمتم سالمين وفي أمان الله.